ألو، صباح الخير. نعم، هذا التدريب هو رقم 27 من السلسلة هذه، البرنامج التدريبي الثقافي العراقي اللي وضعته دائما وركز فيه على تطوير المدربين الشباب. نعم، نصيحتي للمدربين الشباب العاملين مع الفئات العمرية أو مع فرق الشباب أن يستخدمون التمارين المدمجة اللي تطور نواحي بدنية وفنية بنفس الوقت. فالسلسلة التدريبية، يعني في سلاسل تدريبية تكلمت عنها، والسلسلة التدريبية هو مصطلح منقول عن الكرة المجرية، وأفردت في أحد الفيديوهات الحديث عنها. السلسلة التدريبية عبارة عن تمارين لا تقل عن 3 تمارين متصلة الواحدة بعد الأخرى، بها تطوير من التمرين الأول، التمرين الثاني، التمرين الثالث، التمرين الرابع، وإذا كان خامس لا بأس. فهي سلسلة تدريبية يعطي لكل تمرين وقت محدد، يعني ما يزيد عن 3 دقائق، للطراحة دقيقتين، يدخل بالتمرين الثاني ينطلق 3 دقائق. هذه التوقيتات التراديشن يسموها اللي اعتمدت. فمثلا هذا التمرين انا عندي بكل زاويه 5 لاعبين او 4 لاعبين، مو لاعب واحد، اكثر من ذلك. وعندي مربع، شوف الوسط هذا يعني 10 في 10 ياردات، وعندي المربع الكبير 30 في 30 ياردات، يعني عندي 3 مربعات طولا وثلاث مربعات عرضا، 10 في 10 ياردات بس 30 في 30 ياردات. وعندي 5 لاعبين بكل زاوية، وأنا خلصت فترة إحمام، عندي لاعبين شباب أريد أركز على تطوير لياقتهم البدنية، الأحسن أن أطور لياقتهم البدنية مع الكرة، الأحسن بالنسبة لي، وغير ذلك ليس بخطأ، يعني عدم استخدام الكرة ليس بخطأ، لكني أنا في تدريب هؤلاء الفئات أبحث عن الموتيفيشن، أبحث عن المحفزات، أبحث عن الدعم، فأحتاج أنه اللاعب مثلا كرة واحدة عندي، وعندي هاي 20 لاعب، وراح أرجع إلى ملاحظة إذا زادوا اللاعبين إيش نعمل؟ راح أقول، فأولا يدحرج اللاعب للعلامة، 2 يمرر الكرة للاعب التالي، 3 شوف هاي مسافة صغيرة يركضها سريع، 4 يهمل يرجع خلف مجموعتين. وراء المجموعة استلم رقم 4 يعمل نفس الشيء، يعمل تحرج، يعمل مناولة للاعب 5، يعمل ركض سريع للعلامة ويروح ولا خلف مجموعة، وهكذا اللاعب 6 و7 ويدارون اللاعبين على المراكز على الأدوار اللي يسموها، ما في تغيير مراكز، لا اللاعب يرجع المجموعة. فأني الحق الآن لو واحد قال لي عندي يصير تباطؤ يصير كذا، أقول أوكي نضع كرة عند هذا اللاعب رقم رقم 5، ونقول لهذا اللاعب وهذا اللاعب يبدون سوا، فهذا يبدو يا هذا يبدأ، فتشتغل كرتين، ففترة الراحة تقل، وإيش يصير؟ والتكرار يزيد بالنسبة للاعب. هذا كل شيء، يعني هذا بني سوى واحد يكون هذا هم سوى واحد نفس الشيء، وسوى 2 هاي، وسوى 3، وسوى 4 رجع خلف مجموعته، الكرة راحت لهذا من هذا اللاعب، 3 راحت لـ4، والكرة من 5 راحت لـ6، اشتغل شغل. هاي سوية 3 دقائق، أبطل فترة راحة، انتقل فعالية ثانية نفس الشيء، فعالية ثانية يسوي بها اللاعب، أنا أضع نماذج انتبه عليه نماذج، فدحرجة نفس الشيء، شوف رقم 1 للعلامة، مناولة نفس الشيء، نفس المناولة، وين أحدث تغيير؟ أحدث تغيير باتجاه الركض، وأقول للاعب هذا أنت بعدين سوي مناولة من اللاعب 3 إلى 4 يركض للعلامة بأسرع ما يمكن، ثم يروح خلف المجموعة
اللي استلمت الكل من حوله. إذا يعني نفس الفعالية أربع حركات، هي دحرجة، مناولة، ركض سريع، حوله. هنا نفس الشيء، واحد دحرجة للعلامة، مناولة للاعب الثاني، ركض سريع، حوله. ويشتغلون كذلك. وقلت أنا اللاعبين كثيرين هذا بنفس الوقت خليه يسوي التمرين، يعني يسوي التمرين بكرتي واحد مو صحيح إن هذا، وإن هاي اثنين، وإن هاي ثلاثة ركض سريع، وإن هاي أربعة هنا اللي يروح خلف المجموعة للحارس يقوم يبدي شغل ثلاث دقائق اقتراح، ثم أروح للفعالية التالية اللي هي الثالثة. نفس الشيء عندي واحد، أنت تقول شنو الواحد دحرج العلامة، وعندي اثنين وعندي ثلاثة هرولة، أربعة غيري بس بالأسم ركض سريع. نفس الشيء يستمر اللاعبين على أداء الوظيفة، ثم اطراحها أروح للدقائق الأخيرة. التمرين يكون كالتالي، إلى كرة واحدة، واحد هرولة دحرجة، اثنين دحرجة، ثلاثة دحرجة، وأربعة ركض سريع للمجموعة خلف المجموعة المخالفة. يكون أنا سويت أربع تمارين حاسمة. كم دقيقة؟ 12 دقيقة. 12 دقيقة سويت تمارين جيدة وبيها فائدة فنية وفائدة بدنية. هذه التمارين سهولة السيطرة عليها بأنها متعلقة بمفهوم بسيطة في التنظيم وبسيطة في الفهم وبسيطة في الأداء، لكن الأوتكم مالها يعني النتيجة مالتها تضعها من التمارين المنتجة. يعني بدل ما أدرب الركض وأنواع الركض بطريقة بيور خالصة وهي ليست خطأ بدون كرة، أنا أفضل المدربين الشباب أن يركزون على مفاهيمي هذه. أفضل ولست هنا يعني أوصي وصية، والوصية قد يؤخذ بها أو قد لا يؤخذ بها، وهذا مو دائما 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 أريد بدني أجيب مدمج، لا هذا بين فترة وأخرى أرغب اللاعبين بالعمل مع الكرة، لأن تحرج في شيء تمرر تنطلق تهرول ثم تنطلق بأشياء مرتبطة. كرة القدم الأداء الفني ما معزول، أعطوا مناولة وتوقف السلام عليكم، لا، أعطوا مناولة ونفذ واجب حركي أو واجب فني. واحد يسألني واجب الحركي عرفناه هو أنه تأدي ركض، تأدي هرولة، تأدي تغيير اتجاه مو مع الكرة، لكن شنو الواجب الفني؟ الواجب الفني مثلا اللاعب رقم ثلاثة يدحرج التمرين الأول أو يلعب للاعب الأول للمجموعة الثانية، شوف هذا هل مرة له خيار مع اللاعب هذا ثلاثة مناولة جدارية قبل أن يرجع مكانه، فسوينا مناولة وواجب فني آخر وهو مناولة جدارية، يعني الأربعة يرد الكرة أو مزدوجة يرد الكرة ثلاثة ثلاثة يهاجم الكرة هنا يرجعها ويروح خلف هاي المجموعة. يعني احنا ثلاثة اللي غيرناها سويناها من أول جدارية زين، فيكون التمرين بتكرار وتراكم لأداء فني أو بدني، وهكذا التعديل والتغيير يكون مناسب لمثل هذه الفعاليات. أنا يعني أدعو دعوة وتوصية فنية للمدربين الشباب أن يحذون حجم المدربين الآن في أوروبا اللي يستخدمون دائما تمارين دمج بعد فترة الإحماء مباشرة، ليس مع اللاعبين النخبة فقط اللي تطورهم ونأتهم بالألية، وإنما مع من؟ مع اللاعبين المتقدمين الآن. أي مدرب الآن بأوروبا عايش مهاجر يتابع تدريبات بالعالم
فيشوف انه ما انخلص الحمار اللي مرتبط بالسلالم الافقي ومرتبط بحركات يعني اخرى وبدون كره ومع الكره. رأسا يقفز المدرب الى مثل هاي التمرينات بعد الاحماء مباشره ليحصل على اداء بدني ويحصل على اداء فني باسلوب شيق وطيب وبسيط ومنظم وتوقيتاته معروفه. الان وقت نحن 12 دقيقه، هذا شغل 12 دقيقه راقي اذا جرب هذا الساحل. تبقى المسافات ونوع الاركان ونوع الاداء الفني، هذه تعود للمدرب. هذا انا سميته الابداع والخلق. قلت انه مدرب بلا ابداع وخلق ما يفيد، لازم يبدا مو بس ينقل 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 ينقل. يعني لا يجوز انه تعتمد فقط على غيرك وتكون ظل لغيرك، يجب ان تبدا بعملك. الابداع مهم. انا دكتور موفق المولى واتمنى من الله سبحانه وتعالى الموفقيه والأمن والأمان الصحي لكل إنسان على الكرة الأرضية. شكرا جزيلا. اليوم جمعة، جمعتكم مباركة، وتاريخ اليوم حتى لا يبدأ التمرين 13/11/2020. شكرا.